فالحب بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيمان، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد ونشوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي بعتم القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر. ذكرى الأمس منحن طيب وح الهمس، والليل بندهل الشمس نحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح الوام احتار. حرر هواك بات معلنا، ما كل ما أخفته العين محزنا. من قال فؤادي ظالما كن في غرامها إيما، خذ من يدي خواتما واجعل رحيقي مسكنا. امبارح تعرفت عليها. ايش بقى على فكره؟ لا يا زلمه اسمع اسمع، دقيقه بقى يلا خلص دوام. دقيقه دقيقه لشكله دقيقه. بيان خمس دقائق، خمس دقائق بالضبط. خمس دقائق ولا دقيقه؟ خمس دقائق بقى خلاص غسان. بس عن جد بتعرفوا شو شبيبه؟ اسمعوا شوي. عن جد كثير كثير خرمان على الانترنت، صار لي شي اربع خمس ايام ما رحت. روح جبالي روحك، قعد لي شي اربع خمس ساعات على الفيسبوك هيك عبي الطاسه، طب لي شي 20 بنت. الله مين الراجل ده؟ تضرب انت والفيسبوك، بدنا نروح نطبق اليوم. شو لك يا عيونك؟ التطبيق على ابو موز اليوم. انا كفو. لك شو لك؟ اذا تغير المكان ليش جبتونا لهون؟ مكان شو لك؟ مو اساس التطبيق على مدرسه البنات؟ هلا عم يقول على ابو موز. شو اجده هذا؟ تعال كل عم ما اجده يا زلمه. عارف الزير سالم كان بحب نسوان كثير، بيعملوا له هي الغنيه. لحظه لحظه، في شغله انا وجعت لي وشي. شو هي؟ في زيز اسمه سالم. لك الزير سالم يا دب. سالم وين امه؟ لك بكل الحرم ما فيك واحد اسمه عندك. المهم تعال اكمل لك. زائد لاف فور ريفر. تتذكر فيلم التايتانيك؟ لك ايه؟ لك هذيك المره قاعدين انا وابي على المصطبه ببسيمه. ايه؟ التمصير رجلينا لهون محجوب. بتعرف هي السيره كم مره صار لك قايل لي اياها انا بس لحالي؟ لك بجوز انت عم تقارنها. لا ما عم اقارنها. لك شو اخرها السيره؟ ابوك وعمك متخانقين صح؟ اتركه. وعمك وحيد. روح لك ابي وحيد بعده اخواتك. طلعت الكشه شباب. ان شاء الله بشكلي قاسي انت ايه الحلو، ان شاء الله بتفرمتيني انت. شو يا حلو؟
شو علا؟ ما بدك تلطش معنا؟ اخي ما ما ما, ما بدي لطش. شو شغلي بالاجباري يعني؟ ايه اجباري، بدك تمشي معنا، بدك تعمل مثلنا، اللي بيصير عليك بيصير علينا. اخي يا لؤي انا ما بعرف لطش. خلاص يا زلمة اتركها علي، شو بدك انت؟ لا تخاف خلاص اخي، انا رح نقي لك وحده. بس لك شو شو بدك تقي لي وحده انت الثانيه؟ هلا شو شو بدك؟ هي هي اسمع اسمع لؤي لؤي انا ما خلص اسمع لؤي انا ما خلص ليك فوت فيها الا ممكن نتعرف كذا. ايه عفوا انا يعني ليش الحلو ما عم يعطينا وش؟ لانك غليظ. انا غليظ؟ عفوا انا ما بسمح لك، ما بسمح لك تحكي عني بهي الطريقه. لا بسمح لك. لا ما بسمح، ما بسمح لك تحكي عني بهي الطريقه. خلص انا قليل ادب. اعطي معه خلص، خلت معك الزلمه الله معي. اذا انت رجال خليكم هون. ايه يا سيدي رجال ونصور رح نضل واقفين. روحي روحي. طيب خليكم يلا روحي ورجيني. روحي واقفين هون. لا خليك ما في مين رح نضل واقفين هون. ربي ما خلصت. اخي شباب امشوا امشوا خلينا نروح لنا. لا هون بدي ضل واقف. يلا لشباب هلا هلا بتجيب لنا حدا لؤي. والله لا تخاف جيب لؤي. انا لك على شباب يا جماعه والله اللي بتجيب لنا حدا. يلا بدي استنى انا ها للصبح قاعد. ايه مستنى. طيب شو عامل؟ سأليني انا عن الحب. بدك تدوري على غيره والله يا صفاء، لأنه ما معقول تضلي أنت حبيبتي هو مو سائل فيكي. بس راما أنا بحبه. راما أنا بحبه. أيوة أنا بعرفه للؤي منيح. لؤي بده يضل عصفور طيار عم ينط من محل لمحل، وبحياته بعمره يفكر يفوت بعلاقة جدية معك. يلا راما ومنى وصلنا على البيت. يلا أبوي يلا انزلوا يلا. شكرا عمو أنا نصحتك قصت فيك. باي. منى هلا بدي اسالك سؤال. تفضل ابو الوريد. الله يزيد فضلك. حاب اقول مين اللي سارق الجو هلا اكثر شيء؟ سارق الجو؟ شو يعني سارق الجو؟ يعني مين البنات هيك بيحطوا عينهم عليه او حاطين عينهم عليه وبيعشقوه هيك وبيحبوه اكثر شيء مين؟ اه اي مهند رمسيس سمير. هذا لون زرق ابو الوريد. يلا باي. هاي الله معك. بسيطه شو عليه مهند؟ بسيطه يا انس الحسن. أشوف بدك تحبيني ولا لا يا رب. لا مستحيل. لو أي بيحبني بس مستحيل يحكي، وأنا وراه لحتى يحكي. ليش عم بتحطي مكياج؟ مين بده يشوفك هلأ يعني؟ لك أنت شو دخلك؟ أساساً أنت مقهورة. أنا؟ أعوذ بالله. أنا مشانك، لأنه المكياج بينزع البشرة وبيأثر على نضارتها. والله معك حق يا خلود، متحسسة إلي يومين على فكرة. ها ليكي ليكي هون كيف أحمر كتير هيك. إن شاء الله بتموتي على قد مالك حلوة. يا ربي ليش ما خلقتني حلوة مثلها؟ وزنوا وزنوا شباب شباب إيشو؟ اي والله إيشو علاء 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 لا تخاف حبيبي. يلا وحش وحش علاء زير. شو ما بدها شيء. أتاري أتاري خلص قوي يربح يربح يلا يربح عليك. خلص شباب الله أبضاي بعطيك من جوا. هاد هو. ليش عم تحكش بأختي ولا؟ لا مو 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 بس أنا وشو شباب أنا شباب ولا؟ هلا هلا كانوا هون هلا قبل شوي. هن قالوا لي والله هن قالوا لي والله العظيم شباب طول بالك شباب شباب. بتعرفوا شو شبيبه اليوم رح انزلها على الفيسبوك هاي يا حرام راحت عليه العلاء. لا عن جد عن جد تعرفوا عن جد لو كان اصعب شوي كنت فعصته تحت رجليه بس مشكلته انه كبير. يا حسام طابره جحش عمام اكبر وانتم بس عم تلعوا لعي. ها ما تروحوا تهجموا مع رفيقكم ما تروحوا. غسان كانه جبتك عم يحكك انت. خلص غسان كرزت او ما خلصت. شو صار معنا؟ حدا يخبرنا شو صار؟ ما عم بفهم ليك 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 طلع طلع على الكاميرا ليك هي ليك لابس ربات يا شباب تصور لك راح الصبي لك راح الصبي يا شباب نور وعد نور ماشي ولد. عفوا انا كثير اسف انا
انا مالي علاقه. يا زن هو 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 ورطني هو ابوها. انا 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 اسف كثير. زينه وما زينه وشورتات انا جايب معي الدحاحل والتقطيعه والغماز اللي صار مشان نلعب سوا. تعال العالم الاخبار انا هون عم بلكي علينا احنا. انا بدي مين يحمي ضهري. اه يلا يلا عمو. لا تضل زعلان يا اخي. يا اخي يا ماني زعلان انا، بس مو منطق هذا اللي صار امبارح. يعني لك يا اخي امبارح نحن اليوم خلص. هات بوسي. ها ها بوسي. اسف حقك علي. اطلع خلينا ننبسط. ثواني لا. منيح ماني متأخر، أنا المدير لازم أكون أول واحد. العمى ولك ألف مرة صرت قايل لهم صلحوا هالغطا. وين مفاتيح؟ هي مدرسة اليوم هادية، يا ريت كل يوم يكون في بطولات لنرتاح. ليك هي الطلاب عم ياخدوا دروس ومبسوطين ورايقين، ولا أحلى من هيك مدرسة يعني. وهي فدوى وطحطح. يعطيهم العافية. ايه بس بصراحة مدرسة بدون عياط وبدون مشاغبات وبدون زعرنة وبدون هدول الطلاب ما بتسوى شيء. طيبة شباب، طيبة طيبة شباب، طيبة طيبة شباب، طيبة طيبة شباب، طيبة طيبة شباب، طيبة. شلون جاهزين اليوم؟ جاهزين شباب. تمام. كيف عزماتك اللعب؟ والله منيح. انت بدك تسلم كابتن الفريق. روح استاذ، هذا اللبس ما له حلو. ليك شلون اشكالنا طالعه؟ شلون احنا فايتين نتجوز؟ احنا بدنا نلعبه بس ما في غيره. هلا بعدين بنغير. منيح بيشبه برشلونه شوي. يلا 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 شدونا هم يا شباب. يلا 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 يا
العالمين. بس وبندورة لحظة بس دقيقة لأنه خلصت الورقة. شو كمان؟ إيه بس شوي 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 دقيقة. بطاطا شو؟ سائل جلي. طيب خلاص حجيب لك السوبر ماركت كله وخلص. لا لا طولي بقى طولي بقى طولي بقى ماشي ماشي خلاص يلا ولا يهمك كلهم بيوصلوا إن شاء الله. الله معك أمي. أنا مدير مدرسة مو مدير بنك. ألو سكر ماشي ماشي خلاص أمي خلاص. يا بنات يا بنات هدونا شوي هدونا شوي. بصرمة شو ها شو عملت استاذ؟ الجولين اللي فاتوا عليك مسخرة مسخرة استاذ. انا خمنته حيشوط على هون ام هو شاط على هون. برافو عليك حجد مظبوط. ايوه استاذ حاضر انا. ايه بالشوط الثاني بفوت على الهجوم. لعيونك خدوه على الهجوم لعيونك. يلا بس برافو عليك. لي على قلبي تعبان صح؟ ايه والله يا صفاء حبيت هلكت. ما في غيري عم بيلعب عم بركض من هذا الجول لهذا الجول عم بعطيهم باصات وما حد عم يعرف يحط جول غيري. بس لعبك بجنة والله عن جد لعبي حلو. صفاء انا اسف انه ما قدرت احط جول بس هلا رح احط جول. هلا حفوت احلى جول. اذا ما فوت حزعل منك. لا شو تزعلي مني اصلا رح فوت جول واهديك اياه كرمال عيونك. بس هلا بتشوفي. يلا يلا يا شباب يلا يا شباب تعالوا هلا بدنا نتبع تكنيك جديد بدنا نفوت كلها سوا كل واحدة يعني هيك دفعة واحدة. اوكي ماشي يا شو اللي بيكون صار معهم يا ترى؟ وصلوا على اللعبة النهائية؟ يا سيدي وصلوا ولا ما وصلوا؟ ربع ساعة وبرجع. هلا انه معقول محجوب الاجدى بيجي عرض ببرشلونة هلا محل فالديز؟ بيكونوا خلصوا؟
يلا بستنى لي شي ربع ساعة تاني، لأنه هلأ إذا شافني الأستاذ أكرم بصير بده ينزلني على الملعب. صفاء حلو الجول؟ بتجنن. لك مو أنا الجول حلو؟ أحلى جول بشوفه بحياتي وحيط أنا حسيته فات بقلبي. إيه الحمد لله، يعني انبسطتي كتير. هلا لسه كمان شوفيني بالمباراة الثانية، بهي المباراة كنت تعبان شوي، المباراة الثانية شوف شو رح أعمل كله كرمالك. أوكي؟ ماشي. يلا 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 لنروح لهنيك. أويها ويا مدار بزقان. أويها لك ويا محل فوق يا مينان. أويها وقالوا ما رح نربح الكاس. أويها لك ربحنا وطققنا عينيهم. يا زلمه ليش معصب؟ خلص ضربت الحكم مو مشكله راحت، بس اخذنا الكاس يا زلمه. بعدين ايمت بطل هي الحركات السوقيه تبعك؟ بتعرف شو يا زونه؟ بتعرف ما يكون اي حمار لي كم كونته بارض الله. انا ايمت قلت حمار؟ هلا شو حمار سمعتك؟ هل عنا يا بلا بلا انت عندك هي العاده دائما بقول عنك. ايش هو فاتحين الاندلس؟ اجدين الكاس وجاي عندي عشرة بالبيت ما بدي اياهم. رقم هذا شادي دخل هذا المتحدي. ايش هو هذا المتحدي؟ اجدب من الثاني قطع عمره. لك بس انت وياها بقى. هي نينا هي نينا علي الحلال علي الحلال في البيض المشوت.
ترفعوا الوش بتبيضوا، ترفعوا الراس بتبيضوا الوش. لك نحن تربيتك عمي طحطح. لك اهلين ابو الشود. مرحبا عمي طحطح. اهلين محجوب. انا محجوب عرفتني؟ طبعا بعرفه. وهي لينا هي لينا هي لينا هي لينا هذا الكاس بسنا هذا الكاس بسنا هي لينا هي لينا. يلعن موتي لعم، معقول يكونوا راحوا نسيوني؟ ايه شلون بدي ارجع هلا انا؟ طبيب شفتوا لي استاذ رياض؟ يلا رجعوا كملوا. والله الكاس باسمي وباسم الاداره الكريمه ويمثلها الاستاذ عماد كفكي يا شباب والموجه والانسه نجاح والاساس الكرام نحييكم على هذا الانجاز العظيم والبطولي على هذا الكاس. برافو يا شباب لانكم رفعتوا راس المدرسه وبرافو يا شباب لانه نحن اساتذتكم ويعطيكم الف عافيه. حلو 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 غسان غسان وينه يا شباب؟ صحيح وينه غسان؟ غسان رفيقكم وينه؟ ما اجى اتفاهم. لك الله يعدمني اياهم كلهم على اهون سبب. والله خطرتي شغله كثير مهمه يا استاذ. غسان وينه يا شباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك معلمي؟ اهلا. شو اخبارك؟ اهلا. قد ايه بتعمل مع بالتنكه هي؟ 200 خير. غادرين اخو والله؟ اي والله. خالي اشترى وحده من 3 سنين عباها تنكه الله وكيلك. فرد الكازيه يا بيعرف. سلمي على خالك. لك عم تعمل 3782 بالتنكه الله وكيلك. سلمي على خالك. طب معلم بس تفضل. كيف نذهب الى دمشق؟ انت بالشام. لك بعرفني انا بالشام. دمشق العاصمه التي فتحها خالد بن الوليد وكان قياده جيش ابي عبيده بن جراح. توقف هون بمرق تاكسي بتاخذ تاكسي بتضل ساحب هيك تيسر. والله فكره والله فكره يا ابو حلو. المهم معلم وطلال محسوبات حبيبي. المهم هي التاكسي بدها مصاري. ايوه. في 50 ورقة. لك عيب عيب يا زلمه. طولك طول حيط القلعه بتطلب مني 50 ورقة. عيب. لك عيب عليك يا زلمه. بطلوا هالكهرباء بطلوا. اسمعني كلمه الله وكيلك. استغفر الله العظيم. خالتي زوجها على الان بالامارة الله وكيلك. قالتلي اتصلت لي امبارح قالتلي مرحبا معلم. هدت من الاخر من الاخر من الاخر. قالتلي بدي 25,000 ورقة بس معك اياهم بعد بكره. قلتلها خلص معي اياهم. انا حطيتها 25,000 ورقة ومصر من الاخير من الاخير. 25 ورقة ما في. 10 ورقة. 5 بيمشي الحال. هات 5. طلعنا معك السيارة. هات الخمسة. ايه. لك يا فرحنا. العمى ايش فعله؟ الله يسعدك يا يعني وين ممكن يكون؟ وين راح؟ والله ما بعرف وين يا استاذ عماد. شو يعني؟ ضاع؟ لا شو ضاع؟ يعني ما بلاقي لو صار هون طول بالك شوي. لك يا اخي ليش مكبر الموضوع؟ هذا الولد خليص خليه يضيع لك بحال فقط. يا استاذ عدنان الله يستر عليك دنقطنا بسكوتك مو ناقصينك نحن. ها يا جماعه طولوا بالكم الا ما يرجع الصبي. بشرفي اذا ما بيرجع لحملك المسؤوليه كامله. فهمت؟ انت بالله على البلوي منين اجتنا هالقصه هالبار يا ربي داخلها. والله انا ما دخلني يا استاذ. The party, the party, the party, the party, the party, the party.
لك مش عارف الله حاجة تمشيني عم لك معضل يا زلمة معضل الحق عليك معقول معقول انت كل ما اجى مهاجم تسحب بالشغل يا اخي انت رياضي انا ماني رياضي هلا انا رياضي تعال تدرب معنا شباب وينو غسان لهلا وينو غسان شو عمل فيك شو عمل فيك بدي راسي احمر انسان احمر لاعب احمر طول شو عمل شو عمل روح على هون تعال لك هون غسان شفته شيء لا ما شفته لك شو بدك بهالقصة لك معقول انت هيك بتضربه للحكم وينو وينو يا غسان بيكون عم يكذب شي محل لو اي مو غسان لو اي ناطف قلبك عليه ولابستي له خضيري انت شو السؤال؟ بص اللعبه شو قصدي يعني زميلي وين مطمن وينه خسرنا الكاسه اه غسان مو زميلي بلا زميلي اي غسان وينه روحي دوري على اللعبه شو لغسان وينه بس اضربه تستاهل مش عم تضربوا يا شباب مش عم بدي اعمل له فوتنه وصلنا وصلنا عشام سمك زعلان علي ما خليه يذبحك انت في انت عندي هذا على الذبح فورا انا بدي اذبحه فيه حبيبي انت زكي فهمان تعال شو بدك دخي طبي حبيبي شبك والله عندي يا شبك عندي انت لك حبيبي زعلان غاب نزلني يا سيلنيو نزلني هون اضحك كمان ايه تقبر قلبي قالب قد تهيلا ولح شط مطلي عم تاكلها يا اجدى بتعمل سرطان لا انا اللي عم جيبها دايتو بلا سكر ها شرف وين كنت وين كنت؟ بشرم الشيخ قاعد بث من هون وبث من هون بعدين حولت شوي على هواي بس لما قليت بشرم الشيخ مع وين بدي كون؟ لك يخرب بيت سنتكون هيك بتعملوا فيني؟ هيك بتروحوا بتتركوني؟ متى سبيت موتة وصلت لهون؟ انت بس خليك مركب انا ري وجادبها حط لي موسيقى بيتهوفن عليها كمان وين كنتوا لا؟ بالتواليت بتواليت ولا عم تدخن؟ تواليت بتواليت ولا عم تدخن؟ قلي ما راح اضربك وكل هذا بروح بيحكي خلص وصل لك بتواليت عم بتواليت كنت عم تدخن فوت نبر اطلع لعند المدير روح يلا. روح بده اياه معصب المدير معصب شوي روح يلا. نحن بصاله البلياردو الحقنا يلا. يلا. يلا يلا رجع رجوع رجوع شو قال لك شو قال لك قال لي كان عم يدخن لحمه بالذات فكل الطلاب شرفوا على المدرسه الا حضرته فقدناه ملينا لا طبعا في صور له فيه استاذ تفضل يا عيني الله يخليك على عيني لا تاخذ والله مو ناقصنا احنا شو شلون يعني ما اسره ايه من امن على عيني شرف العم على عيني الله معك شوفي قال بدنا نجيبه كلاب بوليسيه الله يبارك لنا بهالجمعه الحلوه اساتذتي كلياتهم اللي بحبهم هون اهلا وعليكم السلام استغفر الله شغل بالنهار موسي لك الله لا كان جاب الغلا منيح هيك يا استاذ اكرم طول بالك طول بالك يا حبيبي طول بالك ما بيصير هيك هيك تعب الولد وين كنتوا بدك تب استاذ على سيرة الدب كنت نازل على التواليت انت لقيت على باب التواليت دب قطبي هيك واقف بخلقتي عم ينزل هيك عم يحيك عم ينزل من دمه شغلة بتشبه شوربة الفطر استاذ قمت انا ما بعرف من اجت بايدي زبدية حطيت هيك عبيت شوربة فطر وبلشت اشرب وانا عم بشرب لقيت من وراي هيك سمعت صوت طلعت هيك لقيت فقمة استاذ فقمة غريبة ما بعرف شو قصتها هيك منظرها بيشبه فرس النار استاذ قمت قلت لحالي ودي علقت خلص مثل قمت انا هيك طلعت هيك لقيت رفيقي مارق قدامي قمت غمسته هيك بدلنا انا وياه استاذ اجا هو اكله وانا حملت حالي وهربت انا شو بحب بهالولد لانه صادق يا اخي ما بكذب وبعد ما بدلت انت ورفيقك وين رحت؟ ولك قل لي وين كنت؟ بالتواليت استاذ روح انقلع من وشي يلا ما نشوفكم ردي السلام عليكم مين هالتالف استاذ؟ بتمنى هذا الشيء ما يتكرر يا استاذ اكرم ان شاء الله ان شاء الله استاذ اهم شيء هلا انه رجع يا حبيبي انا من سنتين كنت مثل شادي واسمه من شادي لك انت عندك اراده شادي ليش شو بو شادي بلا صغره شادي شو بو بلوعه كل نهار اغزمط شطي مطي شطي مطي شطي مصطي انت بتعرف انه الشطي مطي ما بتسمم بالمره لانه لا فيها دهون ولا فيها جلوكوز هي جيلاتين وما فيها دهون مشبعه وثاني شيء ما فيها سكريات ايوه مو ذبح حلال
ذبح حلال كمان. أيوه؟ بعدين هي مو سمني انا بلبس كنزات واسعه سر اشوفه. هلا انا سمين زمتك انا سمين ما سمين معبس هاد 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 من شو هاد؟ انت ما بتعرف انه انا معي غده درقيه؟ لا لا يلا عاد اسكت ما بنتك كنت اشتغل وما شو هذا؟ بلغ الله شو وين رايح؟ بدي روح على الشغل تاخرت. لك صح؟ انت اليوم شو صار معك عند المدير؟ تركني تركني من المدير مشان الله. على اساس انه انتم كثير سائلين علي، يعني تروحوا بتتركوني بنص الشارع لحالي؟ لك ارني ما بعرف عنا شيء، شلون بدي ارجع لحالي؟ اخي بدي اسالك سؤال ولو اني بعرف الجواب. تفضل. وين كنت؟ يعني عم بدخن. لك يا غسان لا تدخن، الدخان مو منيح الك، هلا انت بس تكبر شو بدك تصير؟ ختيار. ختيار؟ حلو هالحكي، معقول تموت على بكير؟ لا، اللي مثلك لازم يعيش ما لازم يموت. بطل دخان احسن لك مشان صحتك خاطرك. طيب باي. خلص يا بنات على اوضتكم يلا. اهلي يا خالتي. الله لا يحرمنا ياك. شو شايفتك جاي بهز ايديك؟ وين الاغراض اللي وصيتك عليهم لاخواتك؟ خالتي خالتي هذا حكي طيب. والله ما عم يتجمع معي ولا ليره، يعني شو عملت بحالي؟ قتل بحالي من وقت ما توفى المرحوم وانا ماشي على الجنط. يا هذا الحكي ما بصير. وليش بدك تجمع بعدي؟ هيك بدي اتجوز خالتي، بدي ريح بالي، بدي يصير عندي ولد يركض بين رجلي. ان شاء الله جواز القبرصي. انت قدران تصرف على اخواتك البنات اليتامى لحتى تتجوز وتجيب اولاد وتصرف عليهم؟ بعدين وين بدك تسكن لما تتجوز؟ هون بيت ابي. حبيبي هذا بيت اخواتك البنات، لما بدك تنضرب على قامتك وتتجوز روح اشتري لك بيت ان شاء الله اول الشهر. ايه ومن لك المصاري اللي تشتري بيت اول الشهر؟ انا بدي اشتري بيت اول شهر، اول شهر بجيب لك اغراضي وخلصينا. لك خالتي بدكم شيء؟ وين يا مهوين؟ رايح شم هوا. عطاري يلا تأخرنا خاطركم. الله معك. خاطرك. الله معك. مع السلامة. الله يوفقك ويرزقك يا بني. أمي مو حرامي اللي عم يصير مع طارق؟ عم يشتغل ليل ونهار وعم يدرس بكالوريا كمان. الله يلعن أبو الفقر يا أمي. مئة مرة. خلص يا زلمه خلص. لك احكي شو حكى؟ هفدك. لك خلصنا بقى خلصنا بقى من حالك. ها سنم نم 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 روح له شيء نلعب قعدك. مو هون انا بدي اقعد هون. روح من هون. تكت علي فتحت له بالكيك. غسان غسان هرش كش علي. انا عم كلش يعني هيك هيك هلا كذاب ولا مو كذاب؟ ايش هذا الشيء كذاب؟ ما بعرف انا كذاب كيف ما بتلعبني يا زلمه. شو عنا هلا؟ رافيا تاترك 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 يا الغلاظة. أنا نازل على الباحة اللي بدون الحق ينزل معي جديد. يلا سلام. هلا الأستاذ شو بدي امشي راما الأستاذ سأل الأستاذ عنه شو بدي له؟ خلص بابا صباح الخير. قوموا لا دب. شو بدك؟ وينو هذا دب الطويل؟ استاذ من بعد اذن شواربك يعني انا ما بسمح لك تحكي رفيقي بهي الطريقه. استاذ انا ما بعرف اضرب المدير. امرك استاذ. عم قول وين وينو؟ تعبان ونزل يرتاح شوي بالباحه استاذ. ان شاء الله طول عمره بيتمم مهور بركي برتاح من شوفته. استاذ انا للمره الثانيه بقول لك من بعد اذن شواربك لا تحكي عرفيه بهي الطريقه. وانا بقول لك المره الثانيه اوط تضرب يا المدير. امرك استاذ. وضعوا الكتب وخلونا نبلش.
الإقليم الصحراوي. أوسع إقليم معك الدحى شريف سيجارة معك؟ شو رأيك كمان دخنها عنك مثلا؟ شرك عم دخن بالمدرسة؟ لا أستاذ ما عم دخن. أنت فهمتني غلط، مو لإلي هذا الباكيت أصلا. لك عم تكذبني عينك بنت عينك؟ نعم. بكره مالك فوتي على المدرسه لتجيبوا لي امرك، فهمتوا؟ لا استاذ طول بالك، ما عاد عيدها خلص، بس برق لي اياها هالمره. شوي مره شو قاعدين بالكراجات ولا بكره بتجيبوا لي امرك، فهمت؟ حرر هواك فالحب بات معلنا، ما كل ما اخفته العين محزنا، من قال فؤادي ظالما كن في غرامها واجعل رحيقي مسكنا. رفقة وسهر وشموع، شوق وضحك ودموع، بعد وعد برجوع، هيك العمر بيمر. نتلاقى كل شوي، بعرف من القلب بالفي، تعب الهوى يا خطي وبعده ببير السر. جمعنا بالصدفة وعينينا مختلفة، نسرق بعد نتفي تبكرة نتذكر ايام عشناها، حكاية كتبناها، كل كلمة قلناها ما حد مختير. رفقة وسهر وشموع، ذكرى الأمس من حنتي بوح الهمس، والليل بندهل الشمس بيحكي لها أسرار. لما تضيعها العمر والسنين لوعها الهجر، لون الصفا ده بنكسر وفرح حلوة محتار. أيام عشنا حكاية كتبنا، رفقة وسهر وشموع.